دوافع كتيره جدا جدا عند اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق اللقب رقم 10، وخصوصا ان انت بتمتلك قائمه بسم الله ما شاء الله مميزه جدا من اللاعبين في مختلف الخطوط. فبالتالي انا عايز اقول لحضراتكم بعض الاخبار كده الخاصه بالبعثه. النهارده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اطمأن على بعثه الفريق هناك من خلال تواصله مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره والقائم باعمال رئاسه او رئيس بعثه النادي الاهلي بعد طبعا اصابه الاستاذ محمد ضماطي اللي كان من المفترض ان هو يكون رئيس البعثه بفيروس كورونا. لكن كابتن محمود الخطيب اطمأن على الفريق واخر الاخبار تتعلق بالفرقه، واتمنى السلامه والتوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. وخليني اقول لحضراتكم ان دايما في يعني سؤال دائم من رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب على البعثه من خلال الاتصال الدائم بالكابتن سيد عبد الحفيظ للاطمئنان على كل كبيره وصغيره بتتعلق بالنادي الاهلي في النيجر. كمان النهارده الاهلي اجرى مسحه طبيه، وده طبقا للبروتوكول المتبع من قبل الكاف وفي بطوله دوري ابطال افريقيا تحديدا. والمسحه دي كانت ظهر اليوم زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه، وكل اللاعبين والجهاز الفني قاموا بالمسحه دي عشان يطمنوا في كل ما يتعلق باصابات فيروس كورونا. ان شاء الله يكونوا كلهم سلامه ومفيش اي مشكله خالص، وده طبيعي بيبقى قبل 48 ساعه من اي مباراه افريقيه. خليني اقول لحضراتكم كمان ان النهارده الاهلي هيقوم او هيتمرن اول مران بالنسبه له هناك في النيجر، ده هيكون على ملعب الجنرال سيني كونشي، ده الملعب اللي هتقام عليه المباراه. التدريب بالظبط هيكون في تمام الساعه 5:30 بتوقيت القاهره، 4:30 بتوقيت النيجر. ده بسبب ايه؟ هم مفترض طبقا يعني للوائح الاتحاد الافريقي ان انت الفريق الضيف بيتمرن قبل 24 ساعه على الملعب اللي هتستضيف المباراه، لكن مش هيكون مسموح للاهلي ان هو يتمرن بكره على الملعب ده لان هيكون في مباراه هناك خاصة ببطولة الكونفدرالية ما بين فريق ناشونال بطل النيجر وشبيبة القبائل الجزائري. فبالتالي هيكون صعب ان النادي الاهلي يتمرن على الملعب ده بكره، فهيكون المران الرئيسي النادي الاهلي النهارده على الملعب اللي هيستضيف هذه المباراه. خليني اطمن حضراتكم بقى بخصوص الاجراءات الاحترازيه الخاصه بالبعثه هناك. فبالتالي النادي الاهلي اصطحب معاه نور محمد، ده مسؤول المهمات، وبيقوم بتعقيم كل الغرف الخاصة بكل أفراد البعثة يعني كإجراء احترازي من فيروس كورونا وكجزء مهم جدا لمواجهة هذا الفيروس. وإن شاء الله بإذن الله تكون الأمور جيدة وما يبقاش في أي إصابات في بعثة النادي الأهلي. كمان في إجراءات مشددة جدا خاصة بارتداء الكمامات وتوفير أدوات التعقيم والتطهير، وده أمر مهم ويعني محطوط في الحسبان بالنسبة للبعثة. خليني أقول لحضراتكم فيما يتعلق كمان ببعض الإجراءات الخاصة بالوجبات في النيجر والطعام الخاص بالجهاز الفني واللاعبين النادي الأهلي هناك في النيجر. ففي تنسيق كامل ما بين أخصائي التغذية سعيد أو عبد الرحمن سعيد والشيف محمد الدالي اللي اصطحبوا الفريق هناك في النيجر عشان يتم التنسيق بخصوص الوجبات والكميات الخاصه بكل لاعب وكل هذه الامور، وكل لاعب بيبقى محتاج ايه وكميات ايه من الوجبات عشان الامور تبقى ماشيه بالشكل الجيد والمناسب للفرقه قبل هذه المباراه الهامه. وهي بكل تاكيد مباراه هامه لان انت انطلاقه دوري ابطال افريقيا بالنسبه لك لازم تكون انطلاقه قويه تقدر من خلالها تاخد دفعه مميزه لاستكمال البطوله بشكل جيد وان شاء الله تحقق اللقب. الكابتن سيد عبد الحفيظ كمان كان ليه تصريحات مهمه النهارده الصبح، واتكلم على ان الفريق بيسعى لبدايه قويه في بطوله دوري ابطال افريقيا والمشوار نحو البطوله العاشره للنادي الاهلي باذن الله تعالى. وبيقول ان مهم جدا ان البدايه تكون قويه بالنسبه لنا واحنا مركزين على الجزئيه دي بشكل كبير. اتكلم كمان ان احنا عندنا طموح كبير جدا كنادي طموح في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا المرة الثانية على التوالي والعشرة في تاريخ النادي، وقال إن الأهلي بيتعامل مع مباراة سونديب بمنتهى الاحترافية والاحترام للمنافس، وده أفضل شيء يجب أن يكون عشان تقدر إن أنت تتخطى عقبة تلو الأخرى بالشكل الأنسب واللي يليق ببطل دوري أبطال أفريقيا النسخة الأخيرة. تحديدا كمان قال الكابتن سيد عبد الحفيظ إن إحنا عندنا دوافع كبيرة جدا جدا إن إحنا نقدر نحقق شيء وتكون إن البداية جيدة ومناسبة بالنسبة لنا في هذه البطولة.
في المقابل سفير مصر بالنيجر معالي السفير نبيل مكي كان ليه بعض التصريحات واللي اكد فيها سعاده كبيره موجوده هناك في النيجر بمختلف الجهات الرسميه بدوله النيجر بعد تواجد النادي الاهلي هناك لمواجهه فريق سوني ديب، والناس سعيده جدا بتواجد بطل افريقيا وبطل القرن في القاره. وقال ان بدايه الترتيب والتنسيق ابتدت من فتره كبيره كانت من خلال الاستاذ محمد الضماطي و طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي وايضا الكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره، وكان في تواصل يومي مع معالي السفير عشان يتم التنسيق في كل الامور اللي بتتعلق باستقبال بعثه النادي الاهلي سواء من حيث فندق الاقامه ملاعب التدريبات كل هذه الامور. قال كمان ان في اهتمام كبير جدا بتواجد النادي الاهلي هناك في النيجر، قال ان احنا حظنا كان وحش قوي، ده رئيس النادي بقى اللي احنا هنتكلم عنه بالتحديد دلوقتي، قال احنا حظنا كان وحش بخصوص ان القرعه وقعتنا مع بطل افريقيا في ذهاب دور ال 32 او يعني مباراتي دور ال 32، وقال ان المواجهه هتكون صعبه بكل تاكيد لكن احنا حريصين اشد الحرص على ان العلاقه تكون جيده وقويه ما بيننا وما بين النادي الاهلي. طيب الزميل العزيز فاروق صلاح مراسل النادي